قبل الفصل في الطعون ما راحش يغير منه كثير. عندنا 135 بالنسبة للبلديات، بما يعادل ربع مترشحين لكل مقعد. وعندنا بالنسبة للولايات عندنا 18,000 تقريبا 18,000 ونيف مترشح، بما يساوي 8 مترشحين لكل مقعد. لكن تتذكروا المعطيات نتاع الانتخابات الشرعية، فإن الأرقام المتعلقة بالانتخابات الولائية تساوي تقريب الأرقام نتاع الانتخابات الشرعية. معناتها شوف أهمية هذا الاقتراع، يعني الولايات وحدها كأنه انتخابات تشريعية جديدة، يعني من حيث ما تتطلبه من تنظيم والتأطير وغير ذلك من الأمور.